قبل فترة كنت نزل صورة على الانستغرام، بس بعدين فكرت كيف ممكن نزلها بشكل مختلف شوي، ايش جديد. فكرت دورت روحت اجيت عملت وطلع معي هذا الفيديو. سينماريك، الاشي اللي بندور عليه دائما وابدا في فيديوهاتنا وافلامنا. بس شو يعني سينماريك؟ خليني أحكي لك شو يعني سينمائي. بعد ما نزلت الفيديو الكل عاد يسألني بهاء شو يعني سينمائي؟ بهاء شو هالهبل يا زلمة؟ بهاء ليش ما كملت الفيديو؟ يا زلمة كان كملت الفيديو. بهاء بدنا نعرف شو يعني سينمائي. والحكي الفاضي كله، لهيك قررت أني أعمل هذا الفيديو رح نحكي فيه شوي ونتخرف شو يعني سينمائي. بشكل مختصر وسريع، سينمائي يعني أنه يكون الفيديو زي كأنك تحضر فيلم مش فيديو على اليوتيوب. نعمل هالحكي عن طريق الصوت، عن طريق الصورة، عن طريق نوع الخط اللي بستخدمه سينمائيك. عشان تعمل فيديو سينمائي لازم تعرف مجموعة شغلات. أول إشي لازم تعرفه هو إعدادات الكاميرا وكيف تستخدم الكاميرا بشكل عام عشان يطلع معك أكثر صورة سينمائية وأحلى صورة ممكنة. آخر إشي بدك إياه هو أن تكون الصورة مضوية زيادة over exposed، أو تكون الصورة مطفية زيادة under exposed، لأنه مهما تحاول ما رح تقدر ترجع الصورة بالإديتنج أو بالتعديل لإشي مناسب. يعني بدك تعرف إعدادات الكاميرا ISO، Shutter Speed، Aperture، Frame Rates وكل هاي الشغلات، بس مش رح ندخل بتفاصيلها لأنه هذا مش هدف الفيديو. هذا رح نعمل فيديو كامل عن هذا الموضوع. تاني إيش بدنا نحكي عنه هو الفريمينج أو الكومبوزيشن، أو إيش موجود جوا الصورة تاعتك وإيش مش موجود، وكيف أنت أصلاً مرتب الأوبجكتس أو الشغلات الموجودة جوا الصورة تاعتك. ومن الطرق أو التكنيكس اللي بيستخدموها بالأفلام عشان يعملوا فريم حلو بالصورة هي إيش بسموه السيمتري. ببساطة يكون النصف الأيمن مماثل أو شبه مماثل للنصف الأيسر من الصورة، أو يكون النصف العلوي مماثل أو شبه مماثل للنصف السفلي من الصورة. مخرجين زي بول توماس أندرسون، ويس أندرسون، وستانلي كوبريك بيستخدموا هاي التقنية كتير بأفلام. وطبعاً في معنى لهاي الطريقة زي أي تقنية تانية. هاي التقنية أو السيمتري بتبني عندك شعور بعدم الارتياح، أو إنه في إشي نفسي، أو إنه في إشي غلط، لأنه بالحياة الطبيعية فش عنا إشي متماثل بشكل مثالي زي ما بنشوف بالأفلام. لهيك بيكون في شعور بعدم الراحة، زي مثلاً استخدام هاي التقنية بأفلام الجوكر. تقنية تانية بتم استخدامها هي رول أوف ثيردز. ببساطة بنقسم الفريم تاعنا لتسع أقسام عن طريق خطين بالطول وخطين بالعرض، وبنحط السبجكت تاعنا والشي اللي بنصوره بأحد النقاط الأربعة اللي بتتشكل من تقاطع هالخطوط. النتيجة بسيطة، العين بتنجذب لهاي النقاط الأربعة أكثر من غيرها. ولكن هل هذا هو الواقع؟ التقنية هذه مستخدمة كتير بالأفلام ورح تشوفها كتير بالصور وبالأفلام القصيرة على اليوتيوب وغيرها، والناس بتفكر إنه هذه من أفضل الطرق أو أسهلها كمان عشان تحط سبجكت معين. ولكن الواقع إنه هذه التقنية كتير كسولة وكثير مستفزة عشان تحط السبجكت تاعك بأحد المناطق بالفريم تاعك. الموضوع كثير أكبر من أنك تحط السبجكت تاعك بنقطة من النقاط الأربعة هذه، وفي كثير طرق أجمل ومبتكرة أكثر وأحلى بأنك تحط السبجكت تاعك من نقطة من الأربع نقاط هذه. أصلاً مين حكى أنه المنتصف هو إشي ممل؟ مين حكى أنك تحط السبجكت تاعك والإشي بتصوره بمنتصف الصورة هو إشي سيء؟ بس مش هدفنا بالفيديو هذا ان نحكي عن هذه الطريقة وقديش هي مملة وغير مبتكرة بانك تحط السبجكت تاعك بمنطقة معينة. بس رح تلاقي فيه فيديو بالدسكريبشن تحت او بالوصف بيحكي عن الموضوع هذا بالتفصيل كامل، وبحكي ايش في طرق افضل وانسب من هذه، ولكن للأسف الفيديو بالانجليزي. تقنية ثالثة بتم استخدامها هي leading lines، او ان يكون في زي خطوط وهمية بتأشر على السبجكت تاعك او الاشي اللي بالصورة، زي مثلاً هذه الصورة. فينا كثير كمان شغلات وكمان تفاصيل بالفريمينج وبالكومبوزيشن، وهو موضوع كامل وبده شرح للدنيا عشان تفهمه بالتفصيل. موضوع الفريمينج هو موضوع كثير كبير. المخرجين بياخدوا بعين الاعتبار ثلاث شغلات أساسية لما بدهم يحطوا الفريم تاعهم بمنطقة معينة من الصورة، وهي Space، Shapes، و Lines.
وكل واحدة منهم إلها معاني وتفاصيل مختلفة عن الثانية. ننتقل للإشي الثالث عشان نعمل صورة سينمائية، وهو الدبث أو العمق بالصورة، وجود إشي بمقدمة الصورة foreground، بعض الصورة شعور بالعمق وإنه الصورة هي 3D أكثر وبالتالي صورة أجمل وسينمائية أكثر. وبرضو في عنا leading lines بتعطي شعور بالعمق، وكمان عنا الإضاءة، وهذا بنقلنا للنقطة اللي بعدها اللي هي الإضاءة. الإضاءة قد تكون أحد أهم الشغلات بأي فيديو أو فيلم أو صورة أو أي شيء بتعمله، بعد المشاعر والقصة اللي بتحاول تبنيها عند المشاهد. ولما نحكي إضاءة إحنا ما بندور على إضاءة أكثر بالصورة، إحنا بندور على ظلال أكثر بشكل جميل أكثر وبالتالي صورة سينمائية أكثر. أغلب الأفلام راح تلاقي إنه الإشي الغالب هو الظلال مش الإضاءة، لأنه الظلال بتعطي شعور بالعمق والدبث للصورة وبالتالي صورة سينمائية أكثر. دروب شادو، نعمل جزء من الوجه مضيء أكثر من الجزء الثاني. كونتراست أو تباين، نخلي الإضاءة على السبجكت تاعنا والإشي اللي بنصوره مضيئة أكثر من الباك جراوند أو الخلفية تاعتنا. كالر كونتراست أو تباين الألوان، تباين الألوان بيعمل عنا صورة سينمائية أكثر وأجمل وفيها عمق أكثر. الفكرة بسيطة، تستخدم لونين متعاكسات زي مثلا البرتقالي والأزرق، تيل أند أورانج. تيل أند أورانج هو لك معتمد بكثير من الأفلام العالمية، لأنه ببساطة بشرتنا تعتبر لونها برتقالي، هذا اللون هو برتقالي، وفي عنا التيل هو اللون المعاكس تماماً للون البرتقالي. النقطة اللي بعد عشان نعمل لقطة سينمائية أكثر هي أنك تضيف نوع من الحركة أو الموفمنت على اللقطة تاعتك، يعني بدل ما تحط الكاميرا تاعتك على ترايبود بتحرك الكاميرا لقدام لورا مش عارف لوين عشان تحصل على صورة متحركة أكثر أو ديناميكية أكثر. أو ممكن برضو تخلي السبجكت تاعك نفسه هو اللي يتحرك، بلزمش. بكفي حكي عن جمالية الصورة، حكينا كثير عن جمالية الصورة بس ما حكينا عن الصوت. الفيلم ميكرز أو صانعي الأفلام المبتدئين بنسوا أهمية هذه النقطة، وبالعكس بكون الفيلم تاعهم شبه صامت باستثناء شوية موسيقى اللي بتحس إنه مخصاش بالصورة وصوت الشخص اللي بيحكي وبس. بينما لو تسمع عندي أحد الفيديوهات تاعتي بدون ولا أي موسيقى، بدون صوت حكي، بدون إشي، راح تلاقي إنه في كثير أصوات وكثير شغلات مبنية، وهذا الإشي بسموه ساوند ديزاين. رح نعمل فيديو كامل عن الساوند ديزاين وكيف تعمل ساوند ديزاين جميل وإيش لازم تعمل، بس بشكل بسيط، أي إشي موجود جوا الفريم تاعك لازم تسمع صوته. مثلاً كان في صورت أنت حمامة بتطير، بدي أسمع صوت أجنحتها. صورت مدينة، بدي أسمع صوت الناس اللي بتحركوا عن بعد، بدي يكون صوت الناس اللي بتحركوا في صدى أو ريفيرب. ليش؟ لأنه بعيد. عن قريب بدي الصوت يكون قوي وعالي. ليش؟ لأنه هيك موجود جوا الصورة. انت جوا عم بتصور بضو، بدي صوت الضو ديد. ايدي بتتحرك من اليمين للشمال، بدي اسمع صوت وش بتحرك من اليمين للشمال. وصلنا لنقطة الأخيرة بأي فيلم أو فيديو بتعمله، كل إشي حكيناه ورح نحكيه وكل شي نحكى وما نحكاش هدفه واحد، وهو خدمة القصة، بناء قصة قوية بالفيلم وبالتالي بناء مشاعر أقوى عند المشاهد. إذا عملت فيديو كامل فيه كل إشي، إضاءة حلوة، فيه كومبوزيشن صح، فيه ساوند ديزاين، فيه كل إشي، بس ناقصه القصة، لا فيك ولا بشغلك، غلبت حالك على الفاضي. كل إشي، إضاءة، موفمنت، اختيار العدسات، نوع زوايا التصوير، ديبث، فريمينج،
كل إشي هدفه الأول والأخير يبني قصة قوية، بتبني مشاعر عند المشاهد، بتخليه يشعر إنه جزء من المشهد أو الفيلم هاد. بس صناعة الأفلام هي فن، فيلم ميكينج إن آرت. إحنا بنعمل رسومات بالكاميرا، بنلونها بالإضاءة، وبنعمل موسيقى بالساوند ديزاين، وبنبني قصص بالأفلام تاعتنا. ضروري تتعلم قوانين صناعة الأفلام عشان تكسرها. بالنهاية rules meant to be broken، وإحنا بحاجة لشخص يكسر القوانين ويطلع عن الصندوق عشان نغير الطريقة اللي بنبني فيها الأفلام تاعتنا.